حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن عمرو عن ابي البختري قال سالت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز وسالت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه او ياكل منه وحتى يوزن